بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هو الدعاء الخفي في القرآن؟ الحقيقة هناك نبي من الأنبياء المكرمين عليهم السلام نادى ربه نداء خفيا بينه وبين ربه، إنه زكريا عليه السلام. هذا النوع من الدعاء جميل جدا أيها الأحبة، النداء الخفي، الدعاء الخفي، أن تدعو الله وأنت تستشعر عظمة هذا الخالق العظيم، وأنت انعزلت تماما عن الناس، فصلت دماغك وتفكيرك وقلبك وكل ما في الدنيا، ابتعدت عنه وتوجهت بشكل خالص لمالك الملك عز وجل، وأنت على يقين أنه سيستجيب. يعني اليوم أحدنا أيها الأحبة إذا أصيب بمرض مثلا، الأطباء قالوا لا علاج له، مثل السرطان أو كذا، مع العلم أنه من الممكن أن يشفى، وإذا شفي لا يستغرب، يعني قد يكون غريبا ولكن ليس إلى درجة كبيرة. أما أن تجد رجلا كبيرا في السن، امرأته عاقر، ورجل مسن شيخ كبير، وامرأته لا تنجب، ثم يأتيه طفل، امرأته تنجب طفلا، هذه معجزة، هذه خارج حقل الطب على فكرة. يعني هذا الدعاء الخفي أيها الأحبة كان من نتائجه أن الله تبارك وتعالى أكرم سيدنا زكريا بمعجزة حقيقية. فالمؤمن ينبغي أن ينظر إلى هذا الإله العظيم، أن يظن بهذا الإله أنه قادر على كل شيء، قادر على أن يرزقك الولد مهما كانت الظروف والموانع، قادر على أن يرزقك المال مهما كان الوضع، حتى لو كل الدنيا اجتمعت وقالوا لك إن هذا المرض لا يشفى، يجب أن يكون عندك ثقة أكيدة أن هناك إلهًا قادرًا على كل شيء. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ماذا قال لربه؟ انظروا أيها الأحبة الأدب مع الله. لم يقل يا رب أعطني، يا رب ارزقني. أولا هو يحاول أن يشرح وضعه لله بتأدب، والله أعلم منه طبعا، الله أعلم منا بما في أنفسنا. قال ربي إني وهن العظم مني. العظم وهن، أصبح وهنا ضعيفا، الوهن هو الضعف، أصبح رقيقا، يعني ما نسميه اليوم بهشاشة العظام. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شيب الرأس اشتعل. وهناك بحث علمي يقول أيها الأحبة بالمناسبة، يعني إن آلية حدوث الشيب تحدث كأنها عملية اشتعال. هناك مادة اسمها بيروكسيد الهيدروجين، هذه المادة تكثر وهي تستخدم كوقود للصواريخ أساسا. يعني فهذه المادة يكثر الجسم من إنتاجها وتؤدي إلى تلف الخلايا، الأجزاء المسؤولة عن صباغة الشعر، فيتحول الشعر للون أبيض، وكأنها عملية اشتعال حقيقية. واشتعل الرأس شيبا، هذا فيه إعجاز أيها الأحبة. ولم أكن بدعائك رب شقيا. أنا أظن يا رب أنني لن أشقى بدعائك، أظن أنك ستستجيب لي، هذا هو المعنى أيها الأحبة. أظن أن ذنوبي، على الرغم من ذنوبي والمعاصي التي ارتكبتها والتقصير في حق هذا الإله العظيم، ولكن ظني بهذا الإله أنني لن أشقى بهذا الدعاء. ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا لا تنجب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني هب لي غلاما وليا. الولي أيها الأحبة كلمة ذات معنيان، الله ولي الذين آمنوا، ولي قدوة لهم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض،
أن يكون هذا الغلام الذي أدعو الله أن يرزقني إياه أن يكون سماه وليا. ما معنى وليا؟ طبعا أحد المعاني من أولياء الله الصالحين. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني وليا يتولاك يا رب، أنت تكون وليه. يعني قلنا هذه الكلمة لها معنيان. فطلب من الله عز وجل أن يرزقه، ليس مجرد غلام، ليس كما ندعو نحن نريد غلام فقط، يعني غلام جميل، غلام لون عيونه كذا ولون شعره كذا وطوله كذا. لا، هو ينظر إلى داخل هذا الغلام أن يكون وليا لله من أولياء الله. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واجعله ربي رضيا. إذن كان يبحث عن الرضا عليه السلام وينادي ربه بأدب. هناك أيها الأحبة يمكن أن أسميه فن الدعاء، فن النداء، أن تنادي الله وأنت مدرك لمقامك تحت ومدرك لمقام الله سبحانه وتعالى وقدرة هذا الخالق العظيم الذي خلق الكون بمجراته بنجومه. هناك كواكب من الألماس أيها الأحبة، كوكب مثل الأرض مادته الألماس. الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق أي شيء أيها الأحبة. فينبغي أن تحسن الظن بالله وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دعاؤك مثل دعاء سيدنا زكريا حتى تضمن الإجابة، أن يكون دعاء خفيا بينك وبين الله، تحسن الظن بالله، توقن، تستيقن أن الإجابة يقينا ستتم، إن لم تحدث في الدنيا ستحدث في الآخرة. يجب أن توقن أن الإجابة تتم، وأن توقن أن الله لا يختار لك إلا الخير. إذا كنت صاحب بلاء فالله عز وجل ابتلاك لأنه يحبك. هكذا ينبغي أن تنظر إلى البلاء، أن تظن بالله ظن الخير. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. تظن أن الله قادر على أن يرزقك ويشفيك ويبعد عنك الشر، يبعد عنك الظلم، هو بالفعل كذلك. ولكن إجابة الدعاء أيها الأحبة لا تتم إلا في الوقت الذي يحدده الله، لأن الله يعلم الغيب ويعلم مصلحتك أكثر منك، يعلم ما في نفسك، يعلم الأشياء التي تصلحك. المال قد يطغيك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن أنت عندما تحب إنسان، أنت ابنك عندما تحبه وتعلم أن المال سيطغيه، تحرمه من المال، ليس لأنك تكرهه، ليس لأنك تريد أن تقسو عليه أو تنتقم منه، لا، ولكن أنت تعرف أو تدرك أن هذا المال سيطغي هذا الولد، سيجعل هذا الولد منحرفا، فتقصر عنه أو تمنع عنه المال لمصلحته هو. كذلك الله عز وجل عندما يبتلي هذا المؤمن يبتليه لأنه يحبه. طيب كيف أعلم أن الله يحبني وقت البلاء؟ بكل بساطة هناك معيار بسيط. هل تحمد الله؟ هل تقول الحمد لله؟ هل تدعو الله أن يكشف عنك هذا البلاء؟ هل ترضى ببلاء الله عز وجل؟ هذه هي المقاييس أيها الأحبة. إذا كنت كذلك فاعلم أن الله يحبك. إذا كنت تتذمر، إذا كنت تشكو الله لعباد الله، إذا كنت لا ترضى عن هذا، تقول ماذا فعلت حتى يبتليني الله بكذا، ماذا فعلت حتى يصيبني الله بمرض أو خسارة أو كذا، ما ذنبي حتى يبتليني الله مثلا بفقدان ابن أو كذا،
إذا كنت تقول ذلك فاعلم أن هذا من عمل الشيطان، وهذا استدراج لك، والنتيجة واحدة أيها الأحبة. يعني أنت مهما فعلت لن تستطيع تغيير الواقع. يعني أنا إذا ظننت أن الله تعالى قادر على أن يشفيني، وشخص وفي أو ظننت أن الله غير قادر على أن يشفيني، معاذ الله، النتيجة واحدة، أنا بالنتيجة عندما أعتقد أن الله قادر على شفائي ويتم هذا الشفاء أخذ الأجر، عندما أعتقد أن الله غير قادر على شفائي، إذا تم الشفاء أصبح لديك نوع من الشرك بالله عز وجل، وإذا لم يحدث الشفاء فأنت لم تستطع تغيير الواقع. إذا كنت تعتقد أن الله قادر على شفائك فتم الشفاء فتقول الحمد لله وتأخذ الأجر، إذا لم تشفى أيضا تقول الحمد لله وتأخذ الأجر، لأنك تعتقد أن هذا بلاء سيصيبك. أما أن تغير ما كتبه الله عليك لا تستطيع، لا تستطيع أن تغير الواقع الذي كتبه الله عليك. الواقع الذي فرضه الله وكتبه عليك لن يتغير، الذي يتغير هو نيتك تجاه الله، ظنك بالله. إذا كان ظنك خيرا ستجد الخير، كان ظنك شرا ستجد الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأنصح كل أخ مؤمن له حاجة عند الله أن يدعو ربه دعاء خفيا بينه وبين الله. اترك الناس، اترك لا تعتمد على أحد، اجعل توكلك واجعل لسان حالك يقول حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب دائما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.